يقول السائل: الآن في الساحة الإسلامية ثلاث جماعات، جماعة الإخوان، جماعة أنصار السنة، جماعة التبليغ، أيهم أفضل؟ جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا يصدق عليك قول الشاعر بالنسبة لهذه المقارنة بين السلفية وبين هذه الجماعات: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. المقارنة بين العصا والسيف يحط من قيمة السيف. أنصار السنة الذين تذكرهم هم السلفيون الذين تأثروا بهذه الدعوة المباركة، يقال لهم في بعض البلدان أنصار السنة، وفي بعض الأذكار السلفيون، وفي بعض الأذكار أهل الحديث في القارة الهندية. لا يجوز المقارنة بينهم وبين هذه الحركات الحديثة التي تجددت، لأن الدعوة السلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام. المفهوم الصحيح للإسلام المفهوم السلفي. السلفية نسبة إلى السلف، السلف سلفنا الصالح، هم الصحابة والتابعون، وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، وهم المعنيون بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. عقيدة قديمة مأخوذة من كتاب الله تعالى على فهم السلف الصالح، ليس بالمفهوم الجديد. تقارن بين من يسير على الجادة على الخط الأصيل بمن خرجوا إلى بنيات الطريق، لا مقارنة أبدا. هذه المقارنة ظلم، يجب أن تفهم إن أولئك الذين ذكرتهم هم محل دعوتنا، نحن ندعوهم ليرجعوا إلى الجادة ويبتعدوا عن بنيات الطريق لئلا يهلكوا. يجب أن نشفق عليهم وندعوهم إلى الجادة. أما أيهم أفضل غير وارد.